المسرح هون مسرح اسطنبولي، هو تاريخ، هو امتداد لتاريخ، هو نقطة أو يمكن قصة لعالم هلأ يمكن منا ذكريتها أو ما عم تتعرف عليها مزبوط، بس يوماً ما العالم حترجع لها وحتقراها وحتحكيها وحتستمر. يعني أي شيء أي شيء بيخطر ببالك فيك تجي على المسرح، هو بيحقق لك كل شيء، هو بداية بداية مثلاً لمشوارك اللي بدك تعمل فيه أي شيء بالفن، أي شيء غنى، رقص، أي شيء بدك تبلش من على المسرح، بدك تبلش تعلم وهيك تأسس حياتك وهيك. المسرح بشكل عام هو أكثر مطرح الإنسان فيه يكون ذاته ويكون حقيقته وما قادر يكذب على حاله، يفجر كل طاقته فيه، يبني شخصيته، يزيد ثقته بحاله أكثر. يعني هون لقيت شيء ما لقيته برا، لقيت حالي هون، خلقت من هون جديد يعني. و يعني هون اشتغلت وتعبت، انبسطت وزعلت، ما بعرف اذا حقدر ارجع لهون وارجع لي هيدا الشخص اللي كان هون كبر او بعد. كنت طلعت من بلدي وتهجرت، فكان في كتير ضغوط علي وكتير كنت مخنوق، كان المنفس الوحيد اللي هو المسرح هون. طبعا انا لما اجيت ما توقعت اني اقدر اندمج مع الشباب اللي هون والصبايا، بس يعني بالعكس تماما، لقيت انه انا زي كاني بعائلتي واعز بصراحه. كتير ارتحت بس اجي، بحس براحة، بحس بطاقة بتطلع مني بس مصيل، وكتير انبسطت، وهلأ كتير مقهورة لأنه ما رح فينا نجي مصيل بعد ما، وإن شاء الله بالتوفيق دايما. من أول يوم جيت فيه حبيت المسرح كتير. أول شيء فتات بس ما جذبني هالقد، مع الأيام مع الناس طيبة فيه، مع الأستاذ قاسم حبيته كتير. أيوة الشعب العظيم، أنا بحب المسرح كتير وبحب أهلي يمثلوا معي يتفرجوا علي، بس أنا بحب المسرح كتير كتير وما رح أنسى. فأنا ما كنت عارف إنه في مسرح هون بسور، كنت عم ندرب مطرح تاني، فبس عرفت إنه هون في مسرح الصراحة كتير انبسطت، حبيت إجي كفي التجربة هون، ولقيتها عن جد كتير مريحة، يعني كان في كتير مساعدات من خلال هيدا المسرح إنه نحنا نوصل لمرحلة عم نطلع كل شي موهبنا لبرا. أنا حبيت تمثيل هيدي يلي بدي وقع جوز الهند وبدي اصطاد فيها الارنب، لانه يعني مثل الرجل الكهف او رجل الغابة، وكمان يعني بحبها كتير، مثل يعني من حياة غابية حلوة. انا بشوف بعمل هيك بعدين اللي بدم، بس كنت عم بمزح. انا بقلك لأرنب انا المليل، انا ملي بدم، انا دمازال. وهيدا المسرح وهيدا المكان جنة لازم نحافظ عليها، لأنه هيدا المكان هو أول مطرح بمدينة سور انفتح لحتى يعمل فن بهالمدينة. أنا جيت لهون عشان بحب المسرح بحب السينما، وبدنا نطور سور للفن أكتر يعني. وأنا بحب أقول كلمة يعني لأصحاب السينما إنه الصح لو أخذوها، يعني إحنا حنضل بصور حناخد كمان مسرح، حنرجع نعيد، وفي مشروع جديد للمسرح بالنبطية بشهر 2، كمان بدنا نعيد تأهيل سينما ستارز بالنبطية مثل ما عملنا بسينما الحمراء، حنعيدها بسينما ستارز. مسرح كل شيء، يعني أنا بس واقف على المسرح مثل كأني
اخذت اللي بدي يعني. اذا انا ما اذا بتمرق فتره شهر ما بنزل على المسرح بضل في شيء غلط، في شيء غلط لازم انزل على المسرح. بس انزل على المسرح برتاح وبرجع بشوف بفكر انه خلص المسرح، برجع بشيل الفكره من راسي، كفي حياتك عادي، لانه المسرح هون ما في، ما بيطعم خبز. وبعدين نحن بيئة مثل بجنوب ضيعتي مثلا، اذا بتقولوا انت بك عم تمثل، شو عم تمثل يعني، ما عندهم هالثقافة اللي انه كتير اشي حلوة صارت بهالمكان وانبسطنا كتير وتعرفت على ناس جداد ما كنت بحياتي متوقعة انه اتعرف عليهم. انبسطت كتير بمعرفتهم. توترت شوي لانه اول مرة، بس صار بدي اكتر اكتر يعني، اسمعت انه بعد بدي امثل ولازم نكمل هذا المشروع حتى لو سكرنا هون، يعني لازم نلاقي طريقة تانية لنجتمع، لانه في عنا كلياتنا طاقات بدنا نطلعها، والمسرح هو علاج لأي شيء بالحياة ما فينك تعمله بالحياة العادية، فيك تعمله على خشبة المسرح. لما عزمونا على المسرحية شفت الناس عم بيمثلوا وحبيت مثل، قلت لها ماما فيني ادخل؟ قالت لي اوكي، فسجلتني وصرت يعني احب المسرح اكتر من بيتي وبعتبره كأنه بيتي التاني. وين عالسلامة وين السلامة عمرنا كله. انا جيت على لبنان لي 4 سنين وما لقيت شيء قط عن حالي مخفف عني وجع بلد سوريا غير المسرح. دخلت صرنا عائلة واحدة، صرنا أسرة واحدة، إن فترة كتير منيحة مع بعض. احنا كتير اشتغلنا هالمسرح وكتير تعبنا، وهسا عم نبني مسرح جديد بالنبطية. أنا استفدت من السينما، عرفت حالي مين أنا، إنه قدرت كون شخصيتي، قدرت أي خطوة بدي أخطيها أعرف كيف بدي أتصرف فيها، قدرت أفكر للمستقبل، أي شغلة أخذ لها أبعاد، يعني ساعدتني كتير بالحياة وحضلها تساعدني وحضلها أهم خطوة خطيتها بحياتي لما جيت على مصر في إسطنبول. بحبوا لهيدا الحيوان، عشان هيك انا مثلته وعملت صوته كتير بالمسرح. هلا صار فيها مثال، كل واحد يروح يروح، كل واحد عنده دور يحققه هلا. مرحبا، المسرح بيعني لي كتير، فهو المكان اللي فيه عبر فيه عن رأيي وعن يعني شو بدي بكل حرية، ومن الواحد من المسرح كتير 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 بيستفيد اشياء، فيه يتعرف على رفقة جداد ويصير عنده ثقة بالنفس ويواجه الصعوبات. حلمي ارجع اشتريها للسينما هون وكفي فيها. هودي من ورانا سارة لما كنا ولا عم ننظف الشاشة، فعم عم نرمي ماي، عم حرك السلم طجت من فوق تحت فعلقوا هون وراي، ما بنسى هون. هالبرداي مرة نزلت بطل ترفع معنا، فرفعناها انا وابراهيم بايدينا. هي هيدا الحبل، فصرت انا وياه مع بعض ننزل ونطلع بينا، يعني كان في عرض بعد ساعتين، قبل بنص ساعه بعدها مش مرفوع، اخذت معنا بالضبط شي نص ساعه بعد ما اثنيناتنا متنا كمان. ها ما بنساها، وهذا الجسر العزيز.
ألف السلامة. هيك ما هيك؟ شفتوا؟ انا ذكي يا خيي. هلا مش ذكي كثير يعني. طارق! طارق! أنا نهائي أمل إلى أبد الأبدين. أحلى شيء حب بتعبر عن كل شيء. العيلة بيت التاني. بحب المسرح كتير، بحب القمر، الحياة بالقلب.